بسم الله الرحمن الرحيم، اسمي ربا الزعبي وأتشرف اليوم بإدارة هذا الحوار حول التغير المناخي ضمن سلسلة حوارات المعرفة التي تنظمها مشكورة مؤسسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP. I'm honored to moderate this session today as part of the No Talk series organized by the Muhammad bin Rashid Al Maktoum Knowledge Foundation alongside the UNDP. For the non-Arabic speaking audience, please note that simultaneous translation to English is available. Just click on the globe button, choose English, and then mute original sound. If you have any problems, please put them in the Q&A. A box so that our team can support you. I'll now switch to Arabic. أهلا وسهلا بالجميع. أنا مهندسة أردنية شغوفة بالعمل البيئي ونشر المعرفة حوله. تتمحور خبرتي التي تفوق 20 عام حول السياسات والتطوير المؤسسي البيئي والحوكمة ودمج البيئة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. لي اهتمامات أيضا بدعم الريادة والابتكار الأخضر، وأعنى بتعزيز وبناء الشركات من أجل الاستدامة على المستوى العالمي والمحلي. لي مدونة متواضعة ومهتمة على بموضوع التواصل البيئي أيضا. أهلا وسهلا بالجميع. معنا اليوم ضيفة مميزة جدا، هي الدكتورة ماجدة أبو راس. الدكتورة ماجدة أبو راس طبعا تجمع ما بين الخلفية العلمية والبحثية وما بين أيضا العمل الميداني ومؤسسات المجتمع المدني والقيادة النسائية في قطاع البيئة. تحمل الدكتورة درجة الدكتوراه في التقنية الحيوية للملوثات البيئية، وهي أستاذ مشارك في قسم التقنية الحيوية في كلية العلوم في جامعة الملك عبد العزيز في المملكة العربية السعودية الشقيقة. هي أيضا رئيس مجلس إدارة جمعية البيئة السعودية، وهي خبيرة دولية ومراجعة ومدققة في تقرير البيئة العالمي السادس الذي يعده برنامج الأمم المتحدة للبيئة. تحمل درجتين ماجستير، الأولى في الفسيولوجي والكائنات الدقيقة والثانية في التقنية الحيوية للملوثات البيئية. أيضا الدكتورة حائزة على عدة جوائز، منها في العام 2020 جائزة مكة للتميز البيئي عن استراتيجية الحج والعمرة الخضراء، وقبل ذلك في 2019 تم منحها وشاح الشيخ زايد للعمل البيئي والتطوعي من دولة الإمارات العربية المتحدة لدورها الريادي والبارز في استراتيجية الحج الأخضر. وعلى المستوى الدولي أيضا تم منحها شخصية العام في مجال البيئة والتنمية المستدامة من المنظمة الفيدرالية لأصدقاء البيئة للأمم المتحدة. أيضا حصلت على جائزة تكريم في عام 2018 لفئة البيئة والتنمية المستدامة برعاية أمير دولة الكويت آنذاك المغفور له سمو الشيخ صباح الأحمد الصباح، وغير ذلك من الجوائز والتكريمات العالمية والإقليمية. صاحبة عدة مبادرات، حقيقة مبادراتها كلها مثيرة للاهتمام ومهمة، منها موضوع البرنامج الوطني للتوعية البيئية، مقترح إنشاء وزارة للبيئة، مقترح برنامج الرقابة والتفتيش وإنشاء الشرطة البيئية والصندوق للبيئة ومشروع مكة الخضراء واستراتيجية الحج والعمرة الخضراء. لها العديد من الأبحاث العلمية أيضا في مجال وضع حلول حيوية لقضايا تلوث المياه والتربة، وآخر بحث لها كان عن إنتاج البلاستيك الحيوي. إحنا جدا متشرفين بوجود الدكتورة معنا، ولعلي أبدأ بمقدمة سريعة. حرائق، فيضانات، موجات حر غير مسبوقة، خسائر بشرية ومادية وتبعات فاقت كل التوقعات. أيضا تقرير أممي قبل يومين صدر عن الـ IPCC ينذر بآثار أشد ضراوة وشدة. أصبح موضوع التغير المناخي حدث اليوم، كل وسائل الإعلام تتطرق له مع أنه ليس بجديد. ما الذي يحدث في العالم؟ هل نحن أمام جائحة من نوع آخر؟ هل نتحمل نحن مسؤولية التصدي لما يحدث؟ ماذا يستوجب أن أفعل أنا وأنت وأنت لنساهم في تحمل مسؤوليتنا تجاه الأرض والطبيعة وتجاه الأجيال القادمة؟ هل هذا موضوع بيئي بحت؟ أم أنه موضوع اجتماعي واقتصادي وربما سياسي؟
هل اختلفت ظروف التعامل مع التغير المناخي بعد جائحة كورونا؟ وهل نحن جاهزون لمرحلة التعافي الاقتصادي بحيث تكون التعافي مستدام ويراعي النواحي البيئية؟ للإجابة على هذه التساؤلات وغيرها، يسعدني أن أرحب بمتحدثتنا لهذا اليوم الدكتورة العزيزة الأخت ماجدة أبو راس. دكتورة، رح نعطيك حوالي 30 دقيقة يعني تعطينا من خبرتك ومعرفتك، وبعد ذلك سيكون هناك يعني مجال للأسئلة. تفضلي. شكرا مهندسة ربع على هذا التقديم، أشكرك على التسليم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. في البداية أتقدم الشكر والتقدير لمؤسسة الشيخ محمد بن راشد المكتوم للمعرفة على هذه الاستضافة الكريمة، وأيضا الشكر موصول للبرنامج الإيمان الأمم المتحدة على المشاركة والتنظيم وفريق العمل. اليوم موضوعنا فعلا موضوع مهم جدا، وهو حديث الساعة زي ما أنتم عارفين، اللي هو التغير المناخي. يعني الحد منه أو تحقيق هدف طموح أو الحد منه. اليوم حنناقش أكثر من محور، ويمكن اليوم حنسلط الضوء كمحاضرة بسيطة جدا سلسة، حنتكلم عن التغير المناخي، عن محاور معينة، عن تاريخه، عن بعض المبادرات اللي ممكن نطرحها كمجتمع بصفة عامة. احنا كلنا عارفين ان التلوث البيئي الان اصبح مصدر رئيسي للاضرار بسلامه كوكب الارض كله، بصحه الانسان، بالمساواه، بالاستدامه الاقتصاديه. من اهم مخاطر التلوث طبعا واكثرها خطوره هي تغير المناخ، وهو سيظل وسيبقى الخطر الاكبر الذي يهدد وجه الحياه اللي احنا نعرفها حاليا، ويهدد الاجيال القادمه، بل من وجهه نظري سيضرب التنميه المستدامه في مقتل. هناك تحديات كبيره يعيشها العالم الان. أولاً أنه إحنا نحيا الآن في ظل تهديد وجودي، حيث أنه العقد الماضي أصبح أو سجل أنه أكثر العقود سخونة على الإطلاق، وما زال لوحظ أنه هناك ارتفاعات كبيرة في درجات سطح حرارة البحر، حرارة حارقة، ارتفاع حموضة البحر، المحيطات، التربة، أعاصير مدمرة، غابات حرائق كارثية. أيضاً العقد الجاري هذا سيكون حاسب. ليش؟ مواجهة التغيرات المناخية، وفضل منه 9 سنوات قادمة بالضبط في هذا العقد، وهذه من وجهة نظري هي سنوات مفصلية متبقية للعمل على كبح جماح الاحترار العالمي والتصدي لعملية التغير المناخي. لذلك على الدول الأكثر أو التي تشكل أكبر مصدر للانبعاثات الحرارية أن تعمل بسرعة قبل فوات الأوان، وأخص بها الخمس دول الأولى اللي هي الصين، الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، واليابان، والهند. تعتبر هي الأكبر 5 دول المسببة لهذا الموضوع للانبعاثات الغازية. أيضا كمان في نقطة مهمة جدا، إحنا الآن في أشد الحاجة إلى أن نحيا في كوكب أخضر، كوكب خالي من التلوث. وبناء على التقارير والأبحاث العلمية الموجودة في العالم، إحنا فعلا في حالة طوارئ قصوى، وإحنا ما بنبالغ لما بنقول إحنا على حافة الهاوية، لأننا نتحدث على أبحاث علمية. فلذلك لابد أن نتأكد أن الخطوة التالية أن تكون في الاتجاه الصحيح. لذلك يتوجب على وزراء البيئة والمناخ، وأيضا يضع حمل كبير على قادة العالم في كل مكان، أن يتخذوا الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب. في نقطة كمان مهمة جدا بدي أضيفها، للأسف الشديد الآن واجهتنا مشكلة جديدة أخرى، وبدأت مشكلة الاقتراض المستقبل. في تقارير بتشير الآن إلى أنه أقل من ربع الإنفاق العالمي على التعافي الآن من جائحة كورونا سيخصص في التخفيف من الانبعاثات أو الحد من تلوث الهواء، إلا أن تريليونات الدولارات اللازمة للتعافي من كوفيد-19 هي أموال نقترضها من الأجيال القادمة. لا يمكننا استخدام هذه الموارد لإبقاء السياسات التي تثقل كاهلهم بجبل من الديون، وللأسف على كوكب محطم. فليش؟ لأن هناك علاقة طردية ما بين التلوث ما بين الأوبئة، فبالتالي هذه النقطة لابد أن تأخذ في الاعتبار في الأبحاث العلمية القادمة بحول الله. لو عرفنا بشكل مرة سريع عن التغير المناخي، هو تغير في معدل حالة الطقس، والتغير هذا عادة كان ينشأ يعني معدل حرارة، معدل تساقط درجة الرياح، كان يحدث أو هو يحدث عادة بسببين، إما بالعمليات الديناميكية الطبيعية زي البراكين، تغير في قوة أشعة الشمس أو شدة الشمس أو سقوط النيازك الكبيرة، وأيضا بواسطة الأنشطة الإنسانية. متى بدأت؟ بدأت مع بداية الثورة الصناعية قبل 150 عام منصرم،
نتيجة الاستخراج طبعاً بدأ استخراج اللي هي الوقود وتوليد الطاقة، تصاحبت معها اللي هي انطلاق غازات ثاني أكسيد الكربون. وهنا احنا لا نقول لابد أن نوقف استخدام الطاقة والوقود، احنا بنقول لابد أن تكون هناك ابتكارات وتقنيات نظيفة وتقنيات خضراء لاستمرار الحياة وحلول وبدائل خضراء أيضا متوازية وطاقة متجددة متوازية لعملية اللي هي استدامة الحياة واستدامة التطور واستدامة الاقتصاد واستدامة التنمية اللي هي بعيشها العالم. فبالتالي رفعت درجة حرارة الكوكب تقريبا إلى درجة 2 من 10 مقارنة ما بين ما قبل مستويات الثورة الصناعية. ولابد للأسف الشديد لابد أن احنا نلجم درجة الحرارة، كانوا بيتكلموا على درجتين الآن صاروا بيتكلموا على درجة ونص تقريبا. طبعا له تأثيرات كبيرة جدا على النظم الطبيعية والبشرية، وأصبح أحد الأهداف المهمة في التنمية المستدامة حطوا الهدف رقم 13. وفي أدلة كثيرة هناك الآن أصبحنا نلاحظ من يتحدث بأن المناخ كذبة وأن المناخ هو مجرد تغيرات طبيعية، هو ليس كذبة، هي الأرض طبعا بتتعرض لتغيرات مختلفة على يعني كل حقبة زمنية، ولكن ما زاد هذه التغيرات الطبيعية هي حدة أو زيادة الاحتباس أو الغازات الحرارية، يعني زاد يعني عمل تأثيرات سلبية كثيرة جدا نتيجة لوجود الغازات الحرارية. من بعض الملاحظات اللي هي العلمية، ارتفاع درجات الحرارة بنحو درجة مئوية من الفترة من 1850 إلى 1879. أيضا في يعني إذا احنا استمرينا على كده سيتخطى عتبة الدرجة ونص تقريبا. في 8 سنوات الأخيرة لاحظوا في سجل المناخي أكثر سنوات دفئا على الإطلاق في سجل المناخي، ليس فقط مجرد ارتفاع درجات الحرارة فقط، لكن يتعدى هذا الموضوع إلى وفرة المياه، تهديد النظم الإيكولوجية، زيادة الطلب على الطاقة، على النقل، على الإنتاج، قطاعات أخرى. أيضا في أصبحت موجات حر، موجات جفاف، اختلال بيئي، في عجز في المحاصيل، مخاطر كبرى على صحة الإنسان، سبل العيش حق الإنسان. ويتأثر للأسف الشديد أكثر المناطق فقرا، وبيكونوا عادة هم معرضين للخطر لأنه اعتمادهم أكثر بيكون عادة على عمليات الزراعة. لذلك هناك مسؤولية مجتمعية للمشكلة. المشكلة لا تتوقف فقط على دور الحكومات، لكن يجب أن تتخطى لينخرط المجتمع بأكمله في عملية المواجهة كأفراد كمجموعات. ليش؟ لأن السلوكيات الإيجابية في تعاملنا مع الموارد الطبيعية كالماء والطاقة هي حجر الزاوية في مواجهة هذه المشكلة. العالم الحقيقة بيتحرك من عام 1992 بمواجهة هذه المشكلة، لما بدأ بانعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية وعرف مؤتمر قمة الأرض، وقعوا على اتفاقية في إطارية الأمم المتحدة لمواجهة المشكلة. وهذه الاتفاقية قالوا يثبتوا تركيز غازات الدفيئة يسموها الانبعاثات الغازية في الغلاف الجوي عن نسبة معينة. بعد كده وقعوا عليها وعملوا إطار دولي لهذا الموضوع. بعد كده ظهر اتفاق بروتوكول كيوتو 97، وبرضو عملوا التزامات قانونية لحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وكان وقتها ثاني أكسيد كربون وميثان أكسيد نيتروز وغازات أخرى، ووقعوا عليها جميع البلدان تقريبا. وبعد كده عام 2008 صادق عليها 183 دولة ودخلت حيز التنفيذ تقريبا 2005، ووافقت عليها الدول الصناعية أيضا والتزمت عليها عديد من الدول. وفي ميزة كانت في اتفاقية كيوتو كانوا قسموها مجموعتين، في دول وقعوا عليها كلها وفي دول التزمت إنها مجموعة تانية إنها تساعد الدول النامية. ولكن منذ ذلك التاريخ ومؤتمر الدول الأطراف تعقد بصفة دورية، ولكن لم تنجح في التوصل إلى اتفاق يواجه ظاهرة التغير المناخي بصورة جذرية. بعد كده جاءنا عام 2015 وجاءت الاتفاقية المهمة التي شهدتها فرنسا مؤتمر دور الأطراف اللي هي كوب 21 اللي هي في باريس، اتفاقية المناخ. بعد مفاوضات كبيرة في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في باريس 2015 وقعت عليها كل الدول، حوالي 195 كان وفد، وكانوا اتفقوا أن يعمل احتواء للاحترار العالمي لأقل من درجتين أو يسعوا لحد 1.5 تقريبا. وضعوا نقطة، كان عملوا مقترح جدا مهم أنه حطوا 100 مليار دولار أمريكي كمساعدات مناخية للدول النامية على أقصى تقدير، وبرضه هذا للأسف الشديد لم يتحقق حتى الآن. يعني حتى الصندوق هذا سموه الصندوق الأخضر الآن لم يتحقق منه حتى الآن. ورجعوا كرروا 2016 يوم الأرض، كان يمكن أكبر حدث على الإطلاق يعتبر، وقعوا 175 دولة تقريبا، وبرضه وقعوا على هذا الموضوع
انه اتفاقيه باريس للتغير المناخي ارجعوا اكدوها ثاني. وبعد كده زي ما احنا عارفين انسحبت الولايات المتحده الامريكيه في عهد ترامب، وبعد كده رجعت عادت مره اخرى في عهد الرئيس بايدن. والان احنا كلنا بننتظر العالم بفارغ الصبر مؤتمر الامم المتحده للدول الاطراف للتغير المناخي اللي سيعقد في نوفمبر القادم بجلاكسو بانجلترا، مقرر ان يعتمد ما تم الاتفاق عليه في القمه الافتراضيه التي عقدها الرئيس بايدن، وتعهد فيها قاده العالم بتخفيض الانبعاثات المتسببه في التغيرات المناخيه بنسبه كبيره حتى 2050. طبعا في نتائج مثبته وعلميه وفي رصد عالمي. لاحظنا في النتائج العلميه لو تحدثت عن المناخ القطبي، حصل تراجع في الجليد البحري، تعرض التربة السقيعية للذوبان، انحسار في امتداد الغطاء الجليدي، تراجع في الصفائح الجليدية. أيضا كمان نفسها اللي حصل الأنهار الجليدية بدأت تذوب، بالتالي صار ارتفاع في منسوب سطح البحر، وهذه كل البيانات والرصد العلمي هذه وضعت في تقرير حالة البيئة العالمية السادس للأمم المتحدة Global Environmental Outlook للأمم المتحدة للبيئة، والذي تشرفت الحقيقة بأني كنت أحد العلماء المشاركين في إعداده كمراجعة مدققة لهذا التقرير. أيضا استمرار انبعاثات غاز الاحتباس الحراري وصارت بتزيد بمعدل 2 من 10، فهذه إذا استمرت في خلال 10 سنين سيتم التجاوز حق عتبة درجة ونص تقريبا اللي إحنا مستهدفين إنها هي توقف في أربعينيات القرن 21. فيعني لذلك إحنا نقول إنه هي ليس مستحيل إنه إحنا نوقف عند 1.5، ولكن هذا الموضوع يتطلب إجراءات جذرية لعملية التناقض، يتطلب حلول حيادية كربونية، يتطلب توازن بين حاجتين مهمة ما بين الانبعاثات الكربونية الموجودة حاليا وما بين سبل التخلص تماما من الانبعاثات الجديدة، وهذا إحنا ما ننتظر العالم كله بينتظره في جلاكسو القادم. تغير المناخ أيضا زي ما إحنا عارفين يؤدي إلى حيكون عندنا عواصف متطرفة، معدلات تبخر كثيرة، حيكون يؤثر على إنتاجية الغابات، حرائق وحشرات وأمراض معدية، عواصف متكررة. أيضا يؤثر مشكلة كبيرة، يؤثر على التغير البيولوجي، يؤثر على الصفات الوراثية، مستويات النظم الإيكولوجية، يعني يؤثر على عملية التنوع الحيوي بالكامل، يؤثر نقطة مهمة على توزيع الأمراض المعدية بين النبات والحيوان والإنسان. لذلك هناك علاقة طردية ما بين التغير المناخي وما بين الأوبئة، وإحنا نعتبر الأوبئة كعلماء هي أحد نواتج التغير المناخي. أيضا كمان الموجات الحر بتزيد، الاختلال البيئي بيزيد، حيصير عجز في المحاصيل، مخاطر كبيرة على صحة الإنسان على بقائه، وزي ما قلنا الجماعات الفقيرة هي تكون الأكثر عرضة على ذلك. في نقطة مهمة جدا في النظام البيئي بالكامل، وهذا ما يؤرق العلماء الآن، حيحصل تعديل في القوى الطبيعيه والكيميائيه والبيولوجيه للتقسيم ما بين الغلاف الجوي، ما بين المياه، وما بين التربه والكائنات والترسيب، فبالتالي هذا حيأثر على التنوع البيولوجي وايضا على صحه الانسان. ايضا هناك علاقه ما بين المناخ والفقر، يعني ليه؟ لانه عاده خاصه في المناطق الريفيه بتعتمد على الزراعه والغابات، فبالتالي الجفاف يأثر عليها، فبالتالي تأثر على المحصول. ايضا المناطق الفقيره تتعرض للفيضانات حتاثر عليها زي مثلا في عدد من دول افريقيا، فبالتالي هذه حتكون تاثيرات. هناك ايضا علاقه وثيقه ما بين المراه والمناخ، لان المراه اكثر دراسات علميه اكثر تضررا من الرجال في هذه العمليه، وللاسف الشديد المراه غير حاضره في ملف المناخ، والمراه اقل تمثيلا في ملف المناخ برغم انها اكثر تاثيرا في هذا الموضوع، برغم انه لها دور كبير جدا في اداره الغذاء وفي اداره المياه، ولها مبادرات عديدة في هذا الموضوع، ولكن أقل تمثيلا في هذا الموضوع. لذلك أيضا كمان المناخ والتعليم، التعليم له دور كبير جدا في هذا الموضوع، لابد أن يكون هناك نظام تعليمي صارم لتربية الأجيال القادمة، هم الوزراء، هم القادة، هم المهندسين، هم الصناع، فبالتالي إذا إحنا خلقنا جيل متعلم تعليم كامل وتربية بيئية متكاملة، هذا سيخفف العبء على القادة وعلى الحكومات في مواجهة التغير المناخي. لدي رؤيه خاصه الحقيقه في واقع الامن المنظور ملف التغير المناخي. انا من وجهه نظري انه يشهد تحضيرات وخطوات حاليا مبادرات مهمه على المستوى الدولي والاقليمي والوطني، وانا من وجهه نظري ايضا اعتبرها احسن اعداد لمؤتمر الاطراف المقرر عقده في المملكه المتحده. فمثلا ما بين انا يعني وجدنا ما بين العجز العالمي في مواجهه هذه المحنه اللي احنا شايفينها الان والرغبه الحقيقيه في العمل وتحمل المسؤوليه تجاه منطقه الشرق الاوسط للعالم، خرج علينا صاحب السمو الملكي
سيدي ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمبادرتين مهمة، وهي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، اللتين يعني بدأت تقريبا انطلاقها، ويعني بدأت في الانطلاق. هذه من وجهة نظر سترسم توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض وحماية الطبيعة، وضعها في خارطة طريق ذات معالم واضحة، معالم طموحة، ستساهم بشكل قوي بتحقيق المستهدفات العالمية في التنمية المستدامة ومواجهة مشكلة التغيرات المناخية. ويكفي ما قال سمو سيدي ولي العهد أنه بصفتنا منتجا عالميا رائدا للنفط ندرك تماما نصيبنا من المسؤولية في دعم أو في دفع عجلة مكافحة أزمة المناخ، وأنه مثل ما نمثل دورنا الريادي في استقرار أسواق الطاقة خلال عصر النفط والغاز، فإننا سنعمل لقيادة الحقبة الخضراء. أيضا أضاف سمو الأمير أن المملكة تواجهان الكثير من التحديات البيئية مثل التصحر، هذا يؤثر تهديد اقتصادي المنطقة، تقريبا 13 مليار تستنزف من العواصف الرملية في المنطقة كل سنة، تلوث الهواء من الاحتباس الحراري، يقلص عمر المواطن. المبادرة السعودية الخضراء سوف تعمل لرفع الغطاء النباتي، سوف تقلل انبعاثات الكربون، تكافح تدهور الأراضي، لحفاظ الحياة البحرية. فكل هذه الأشياء يؤكد سمو الريادة فعل وليس قول. هذه القيمة الحقيقية لمبادرة سمو سيدي ولي العهد سعودية خضراء بل شرق أوسط أخضر، هو الفعل والفعل. يعني أتت مبادرة المملكة تنفيذا، أنا أعتبرها أول مبادرة أطلقتها الدول هي المملكة العربية السعودية، أطلقتها مبادرة تنفيذية، وهي مبادرة نستطيع البناء عليها عالميا. ونتمنى أن تتحول هذه المبادرة من مبادرة وطنية إقليمية إلى مبادرة عالمية. ويكفي أننا نتحدث عن مبادرة هي الأكبر في العالم، والتي تمثل أحد محاور رؤية المملكة 2030، وتهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة. ليش نتمنى أنها تتحول مبادرة عالمية؟ أولاً أنها تهدف إلى زراعة عدد 10 مليار شجرة داخل المملكة وبالتالي الشرق الأوسط، يعني ما يعادل 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة. بتساهم في تخفيض 4% من مستهدفات المبادرة العالمية للحد من تدهور الأراضي، و1% من المستهدف العالمي لزراعة تريليون شجرة. أيضاً بتعمل رفع نسبة المناطق المحمية أكثر من 30%. مستهدف العالمي تقريبا 17% من أراضي كل دولة. أيضا كما السعودية الخضراء تقلل من انبعاثات الكربونية بأكثر من 4% من السمات العالمية من خلال مشاريع الطاقة اللي توفر 50% من إنتاج الكهرباء داخل المملكة. في مجال التقنيات الهيدروكربونية النظيفة ممكن ستمحو أكثر من 130 طن من انبعاثات الكربونية. لذلك إحنا نتمنى أن يمكن البناء وأن تتحول لمبادرة عالمية. أيضا لا نغفل أيضا دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لإنشاء تحالف عالم الوصول بصافي انبعاثات الدفيئة لمستوى صفر. أوكي، هي مبادرة مهمة جدا وترفع دول التزاماتها في اتفاق باريس. هذه مبادرة مهمة جدا في 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 ظاهرها حقيقة مبادرة مهمة جدا وتعتبر تحضير جيد لمؤتمر الأطراف، ولكن في نفس الوقت يعني قد يكون هناك معوقات وقد تكون هناك تحديات لتطبيقها في الدول، إلى أنه صفر انبعاثات أمر ليس بالسهل، ولكن من الممكن، ولكن لابد أن يوضع في الاعتبار أنه كل دولة بما يتماشى مع قدرة كل دولة وسياسات كل دولة وأنظمة والأنظمة الوطنية في كل دولة، حتى نستطيع إلى الوصول إلى 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 حل وسط ما بين الدول. ولكن مبادرة في ظاهرها مهمة، ولكن تحتاج إلى 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 زي ما قلت إلى أنه يعني إلى أن تضع الاعتبارات الوطنية لكل دولة في هذه المبادرة. أيضا كمان وجهة نظري، أيضا فخامة الرئيس الأمريكي بايدن لما انعقد في مايو الماضي وحضر أكثر من 40 زعيم من العالم، يعتبر وجهة نظري أحسن إعداد، برضو من أحسن الإعدادات لأطراف المؤتمر الأطراف. ليش؟ لأنه ممكن نبني عليها برضو مبادرات عالمية لما نوعد بفرص استثنائية، فرص اقتصادية. ليش؟ لأنه وجه بالاستثمار في بنية تحتية، في طاقة، في نقل، في بناء، بزراعة، معناته هو حيستثمر في مكافحة التغير المناخي، حيستثمر في مشاريع لمكافحة التغير المناخي. في وجهة نظري هذه ممكن يتم البناء عليها أيضا عالميا. وعودة الولايات المتحدة الأمريكية لملف المناخ هذه ظاهرة إيجابية ستؤثر أيضا على ملف المناخ. إضافة إلى ذلك، قد تكون هناك بعض المبادرات أذكرها على عجالة، يعني زيادة تمويل الصندوق الأخضر، هذا مهم جدا، اللي هو كان وعدوا به 100 مليار، ويعني لو هم يعني العالم يتكاتف ويعمل فعلا على الاهتمام بالتمويل،
وعلى وضع آليات سهلة وسلسة في عملية التمويل، لأنه الكوارث البيئية لحظية، لا تنتظر الكوارث البيئية إنه إحنا والله نعمل فيها آليات معقدة. لابد أن تكون الآليات لعملية الصندوق الأخضر آليات سهلة، آليات قابلة للتنفيذ، تعتمد يعني يعملوا لها آليات سريعة لعملية التنفيذ، لأن الكوارث البيئية لحظية مهمة جدا. أيضا نقترح أن يكون هناك صندوق للطوارئ التحديات البيئة الوبائية الآن، يعني مثل ما يكون صندوق للتحديات البيئية لابد أن يكون هناك صندوق للطوارئ التحديات الوبائية، وهذا ما أتت له الحاجة الآن في كوفيد 19 وهزت العالم، وتحولت كل المبالغ اللي المفروض تصرف على المناخ وتصرف على معالجة التلوث البيئي تحولت إلى الصرف على إنقاذ العالم من ظاهرة كوفيد 19 والتي ألمت بالعالم، ونتيجة طبعا للتلوث البيئي المرتبط بالأوبئة. أيضا مبادرة مهمة جدا البيئة المبنية، يعني إحنا أوكي صح الصناعة هي لها دور كبير جدا في عملية التلوث وعملية تغير المناخ، ولكن أيضا كل البيلت انفايرمنت بصفة عامة البيئة المبنية هي لها دور كبير جدا في الانبعاثات، هي البيئة المبنية أساس المشكلة. فبالتالي لابد أن يكون هناك مبادرة كبيرة جدا في معايير البناء الأخضر، لابد أن تؤخذ في الاعتبار بشكل قوي جدا لتخفيض الانبعاثات الغازية بصفة عامة، ليس فقط في المصانع، لابد أن تكون معتمدة في جميع البناء في كوكب الأرض. لابد لا نغفل عن هذا الموضوع، فأي مباني يسكنها الإنسان أو يمارس أنشطة البشرية لابد أن يكون هناك معايير خاصة. مبادرة دعم المجتمعات المحلية الهشة هذه مهمة جدا، لابد أن يكون هناك دعم لهذه المجتمعات خصوصا التي تقع في محاور النقاط الساخنة، أن الدول تساعد هذه المجتمعات الضريفة لرفع عملية التكيف مع تغيرات المناخ، لأن هناك في تكيف وهناك في مكافحة لتغير المناخ. أيضا مبادرة مشروعات صغيرة برضو وجهة نظري، يعني ممكن يكون توفير مثلا دعم معقول للدول في المنظمات المجتمع المدني للقطاع اللاربحي في الدول النامية، تعتبر مثلا مشروعات استرشادية صغيرة زي زراعة الأشجار، طاقة متجددة، عمل نشر طاقة شمسية، مشروع البيوغاز، توعية بأهمية الإنتاج، مبادرة مثلا اللي بعدها ممكن مبادرة التعليم، وهذه الحقيقة من أكثر الأولويات اللي أشوفها مهمة جدا، لأن إحنا لابد أن نبدأ من الأساس، إحنا لازم نربي أجيال قادمة تربية بيئية صحيحة. زي ما قلت في بداية كلمتي إنه الأجيال هي المهمة، هي الأجيال هي اللي حتمسك، هي نجاح الجيل هو اللي يبتكر، نجاح الجيل هو اللي يبحث، هو اللي يخترع، هو اللي يعطينا تقنيات حديثة، لأنه العالم لا يستطيع إنه يوقف إنه ما يتطور أو ما يعيش الرفاهية. إحنا ما حنقدر نرجع للعصر الحجري، لا، لكن لازم إحنا نتعايش مع الوضع الجديد، نتعايش مع التطور، مع الاقتصاد، مع الرفاهية، ولكن في نفس الوقت نحن نستفيد من الثروات اللي خلقها رب العالمين، مع استعمال الطاقة المتجددة والطاقة البديلة إلى آخره، ولكن في نفس الوقت يعني إحنا ممكن نستعمل كل شيء، ولكن نستعمله بتقنيات حديثة، تقنيات خضراء، نعمل كبح لهذه الغازات اللي هي المختلفة مهمة جدا. فكيف لنا انه احنا مثلا كيف احنا حنترك للاجيال جزء من هذه الموارد في ظل غياب تربيه وتعليم بيئي اساسا مو موجود؟ يعني تربيه، المفروض التربيه والتعليم البيئي يكون جزء لا يتجزا من التعليم الاساسي. البيئه هي القاعده لكل شيء، هي قاعده للصحه، هي القاعده للاقتصاد، هي القاعده للاجتماع، هي القاعده لكل شيء، الاساس هي البيئه. لأنه إذا العالم فقد الأرض خلاص ما عاد حيكون في إنسان. أيضا المقترح أيضا اللي أنا برضو بقترحه هو إنشاء شبكة عالمية للمرأة وتغير المناخ. ليش المرأة وتغير المناخ؟ لابد إنه المرأة تشارك في عملية صنع القرار على المستوى العالمي، وتحديدا في مؤتمر الأطراف، وكذلك على المستويات الوطنية من خلال مثلا كل الشبكة هذه تمثيل في الدول المختلفة، في عضويات يكون قياديات، باحثات، عالمات، ربات بيوت، مهتمات بالشأن البيئي. لابد أنه يكون مشاركة للمرأة فيها، لابد المرأة أن تشارك في صناعة القرار السياسي بالنسبة للتغير المناخي، بغض النظر إيش مستواها العلمي أو إيش وضعها، أو حتى ربات المنازل، لأنه هم المربيات للأجيال القادمة كلها، والمرأة لها دور كبير جدا في عملية التغير المناخي. ايضا كمان هناك ضروره ملحه انه تدمج مختلف منظمات المجتمع المدني في قضيه تغير المناخ على مستوى العالم، والجمعيات ايضا بصفه عامه تدمج مع بعض.
وأنا لما أقول المرأة بأتكلم عن المرأة، لأنه الأبحاث العلمية قالت أن المرأة تتضرر أكثر من تبعات التغير المناخي أكثر من الرجل علميا. كمان المرأة كمان هي المسؤولة أصلا عن إطعام الأسرة، هي المسؤولة عن نقص المياه، هي أكثر. أوكي حتى الرجل مسؤول، أنا ما يعني ما بأفرق، ولكن فعلا هي المسؤولة، هي أكثر يعني يمكن بدي أشعر أكثر لما إيش ماذا يعني نقص مياه، ماذا يعني نقص غذاء، ماذا يعني جفاف. فبالتالي هي أكثر عرضة للكوارث، أكثر تأثير للكوارث البيئية، فبالتالي تتأثر كثير جدا بهذا الموضوع، وفي نفس الوقت هي أول المستجيبين عند وقوع أي كوارث. هي صانعة القرار في المنزل بشأن الطاقة، بشأن النفايات، فبالتالي لا يمكن أن يكون العمل المناخي ناجح أو مستدام إذا لم يشمل النساء. النساء هم حجر الزاوية في حماية البيئة بشكل عام ومواجهة التغيرات المناخية بشكل خاص. وأخيراً أود أن أختم كلمتي وأؤكد أن المجتمع السعودي بجميع فئاته والجمعيات الأهلية يقف ويتلاحم بشدة مع مبادرة صاحب سمو الملك الأمير سيدي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز في مبادرة الرائدتين السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، التي انطلقت ورسمت توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة، ووضعتها في خارطة طريق ذات معالم واضحة وطموحة، ستساهم بحول الله تعالى بشكل قوي المستهدفات العالمية. وإحنا على سبيل المثال حتى على مستوى الجمعيات الآن لدينا مبادرة ضخمة جدا لتحقيق هذه المبادرة، يعني ونتمنى إن شاء الله أنها تعتمد أو تبنى على هذه المبادرة وتحول إلى مبادرات. شكرا يا دكتورة، أنا متأسفة إني أقاطعك، ولكن من كم الأسئلة الهائل اللي عم بيجي بدنا نترك المجال اللي يعني نستفيد من خبرتك في إجابة الأسئلة. شكرا جزيلا، شكرا على هذه المحاضرة القيمة. طبعا أنا عم بطلع وبقرأ كل الأسئلة، وراح أحاول إني وبشكركم عليها، كلها أسئلة ممتازة، بس بدي أحاول إني أجمع المتشابه منها حتى نقدر نغطي أكبر عدد ممكن. دكتورة، يعني يمكن تتميز منطقتنا العربية، إذا بدنا نحكي أكثر عن وين إحنا موجودين حاليا في العالم، يمكن في عنا جزئيتين، جزئية الدول اللي يمكن مساهمة أكثر شوي في الانبعاثات بسبب إنها دول نفطية، وفي عنا جزء من الدول اللي لا تعتمد على الوقود الأحفوري أو ليس لديها ثروات من الوقود الأحفوري اللي هي أيضا متضررة. فهو على الجميع موجود تأثير التغير المناخي. يمكن في دول مثل المملكة الأردنية الهاشمية وغيرها بتحتاج لتتكيف أكثر، ما تعمل مكافحة، لأن الانبعاثات اللي بتساهم فيها انبعاثات قليلة مقارنة بدول أخرى. ولكن أيضا حتى عملية التكيف هي عملية ليست بسهلة، تفتح فرص، نعم، موضوع أيضا مكافحة الانبعاثات والتخفيف منها، الميتيجيشن والأدابتيشن، الاثنين بيفتحوا فرص. كان في سؤال أعجبني أيضاً، أنا بحب دائماً نحكي عن الفرص زي ما بنحكي عن التحديات. هل تعتقدي إنه موضوع التغير المناخي يفتح فرصاً للأفراد وللمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وللمبتكرين والرياديين في العالم وفي منطقتنا؟ وإذا في فرص، كيف ممكن يعني نساعدهم إنهم يعظموا الإفادة من الأفكار اللي ممكن يطلعوا فيها؟ بكل تأكيد الآن أصبح موضوع التغير المناخي هو موضوع عبارة عن فرص كبيرة جدا لعمليات الاستثمار الأخضر، لأنه سواء إحنا حضرتك زي ما تفضلتي، سواء كان التكيف أو كان مكافحة التغير المناخي، عشان نتكيف أو عشان المكافحة عبارة عن مشاريع بنية تحتية، عبارة عن استثمار، سواء كان في مشاريع طاقة، سواء كان في مشاريع النقل، فبالتالي أو البنية التحتية كلها، بالتالي سينتج عن ذلك وظائف خضراء، سينتج عن ذلك استثمار، سينتج عن ذلك ابتكارات، دعم ابتكارات، دعم مشاريع نقل، مشاريع صغيرة، مشاريع متوسطة. فبالتالي بالعكس الآن فرصة كبيرة جدا للشباب وللشركات الصغيرة أو المتوسطة، حتى لو تكلمنا على المستوى الصغير يعني المشروعات الصغيرة، فرصة كبيرة جدا الآن للاستثمار في مشاريع مكافحة اللي هو تغير المناخ في جميع الدول، سواء كان دول نامية أو كانت الدول الكبرى. كل الدول الآن من أحد أهدافها الآن عشان تعمل مكافحة لتغير المناخ أو التكيف هو ضخ مشاريع بنية تحتية حتى تستطيع المواجهة لهذا الموضوع. وهذه من المشاريع هذه سيتفرع منها مشاريع ضخمة جدا على مستوى صغير أو كبير. إضافة لذلك في أحد
في المؤتمر في القمة الافتراضية اللي عقدها الرئيس بايدن، كان من ضمن تعهدات الدول كلها، كان كلهم يعني تقريبا اتفقوا في نقطة واحدة اللي هي دعم الابتكارات. فبالتالي كل الشباب وكل الشركات الصغيرة أو المشاريع الصغيرة من لديهم ابتكارات لعملية الطاقة أو الطاقة المتجددة أو ابتكارات خضراء، فورا يعني تقدم، يعني يقدموها للجهات المختصة عندهم، بكل تأكيد سيتم الدعم، لأنه العالم الآن العالم الآن بيبحث عن هذه الابتكارات وهذه الأبحاث حتى تتحول إلى تطبيق على أرض الواقع. فرصة كبيرة جدا الآن للاستثمار الأخضر، الآن هو استثمار أخضر، عهد الاستثمار الأخضر الآن. دكتورة، في أسئلة يمكن عند العدد من الحضور، إنه أين يذهب من لديه فكرة؟ هل الأفضل الذهاب إلى وزارات البيئة مثلا في كل في دولته؟ هل في منصات، خلينا نحكي عالمية أو إقليمية، ممكن إنها تدعم بعض الأفكار الريادية في هذا المجال؟ ويمكن إذا من حضرتك مش حاضرك هاي القوائم، بطلب يمكن من مؤسسة الفريق بمؤسسة محمد بن راشد إنهم يساعدونا لقدام إنه نشارك بعض هذه المعلومات مع الحضور من خلال منصاتهم طبعاً المهمة. وأعتقد اليو أن دي بي، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أيضاً لديهم حاضنات ودائماً في عندهم أيضاً برامج لدعم الريادة الخضراء والمجتمعية. إن شاء الله بنرجع لكم ببعض الأمثلة، لأنه في أسئلة محددة كانت أين أذهب إذا كنت في دولة الإمارات ولدي فكرة، أين أذهب، من كيف ندعم الشباب في هذا المجال. أعتقد أن كل دولة لديها منصاتها، وأيضا هناك منصات توفرها بعض المنظمات الدولية، وإن شاء الله نتطلع أنه مبادرات إقليمية أنها تتبلور منها بعض كمان البرامج لدعم الابتكار والريادة في هذا المجال. دكتورة، بدي أنتقل لسؤال يمكن أكثر من شخص ذكره، موضوع الحرائق اللي بنشهدها اليوم، بشهدها العالم، خاصة حرائق الغابات. هناك من يقول أنها ربما يعني مفتعلة، وربما لها أجندات خلفها، أجندات سياسية وتأثير على مجريات معينة تجري في بعض هذه الدول. تعطينا يمكن تفسير علمي من جانب، وأيضا لو كان في بعد سياسي أو اجتماعي، هل يعني كيف ينعكس ذلك على تعاملنا مع قضية التغير المناخي بغض النظر عن مسببات هذه الحرائق؟ أنا هجاوب منظور علمي بالنسبة لاحتراق الغابات. احتراق الغابات طبعا معروف التفسير العلمي، هناك تبادل للغازات طبعا لما نكون الغابات والأشجار الغزيرة، فبيحصل طبعا زي ما احنا عارفين في تبادل للغازات. فلما ساعات يكون درجة التبادل في الغازات عالية جدا فترتفع درجات الحرارة، هذا شيء معروف. هو اوريدي بيصير في التبادل هذا، ولكن النقطة هذه ليه صارت الآن زايدة كتفسير علمي؟ في تبادل غازات اوريدي موجود في الطبيعة، إضافة إلى الانبعاثات الغازية اللي صارت أصبحت محمولة في الغلاف الجوي، ترفع درجات الحرارة. فبالتالي دخل عامل جديد هو عامل التلوث، هذا بيرفع درجات الحرارة فيؤدي إلى الكوارث البيئيه اللي احنا بنشوفها. انا هذا تفسير العلمي، انما قضيه المؤامرات او قضيه الحرائق يعني انا يعني استبعدها الحقيقه. انا بفسر تفسير علمي لهذا الموضوع، لانه علميا فعلا احنا بنفسرها بهذا الشكل. ونبقى في من زمان على فكره ساعه المهندس، نعم. من زمان، ولكن كانت اقل من كده، اقل لانه نتيجه لما تكون الاشجار غزيره والتبادل الغازي بيتم بتصير هذه الحرائق، ولكن بتزيد الآن نتيجة أنه صارت غازات تركيزها عالي جداً في الجو، بالتالي رفعت درجات الحرارة بشكل مرة كبير، إضافة التبادل الغازي الكبير جداً والكثيف في منطقة الغابات فتؤدي للإشتعال. نعم، ونبقى في الجانب العلمي. كان في سؤال عن مبادرة لبيل جيتس لحقن الغبار المعدني في الستراتوسفير، بتعتقد إنه مثل هذه التكنولوجيات أو الممارسات والحلول الجديدة هل ممكن أن تساعد في الحد من التغير المناخي؟ والله زي ما قلت حضرتك هي حلول جديدة، فيعني يبغى لها دراسة، والآن كل واحد بيحاول. هذه الحلول الجديدة ما نقدر نعرف تأثيراتها إلا بعد ما تطبق وتبدأ، نعم. عليها أبحاث علمية، فالآن كل بيبادر يعني، بس تأثيرها سواء كان إيجابي أو سلبي لسه ما نقدر نحكم عليه إلا بعد دراسات علمية.
نعم، يمكن في أكثر من سؤال أيضا دكتورة عن مدى يعني جدية بعض الدول خاصة صاحبة الانبعاثات الكبيرة مثل الصين والولايات المتحدة في الوفاء بالتزاماتها. يعني نسمع كثيرا من الالتزام وخلينا نحكي الشعارات وإلى آخره والخطب، ولكن إلى أي مدى تتحول هذه إلى أفعال وإلى تنفيذ فعلي على أرض الواقع؟ اصلا هم التزموا، وبعدين هم لازم يلتزموا، عارفه ليش؟ لانه هم عايشين على هذا الكوكب، يعني هم حيتضرروا زي العالم ما حيتضرر. يعني هم فين حيكونوا؟ هم موجودين على الكوكب، كوكب الارض، وهم متاثرين بالضرر هذا، هم نفسهم نفس الاشخاص دول متاثرين بالضرر نفسه. فبالتالي لابد انهم يلتزموا بهذا الموضوع. واحنا يعني حسب الاعلانات اللي بيقولوها، وحسب الالتزامات، وحسب القمه الاخيره الافتراضيه اللي صارت، حسب مؤتمر الاطراف اللي حصل، هم ملتزمين. يعني بالذات امريكا والقمه الافتراضيه اللي صارت في مايو وفخامه الرئيس بايدن، الالتزامات اللي قالها واللي وعد بها الشعب الامريكي، واعتقد هي وعود تعتبر ايضا عالميه لانه ممكن يبنى عليها عالميا، اعتقد هناك التزام كبير جدا. وفي نقطه مهمه ترى على فكره، يعني اعتقد انه ترى كل الدول هي ترغب في عمليه التنفيذ، لانه ما في دوله انها تبغى ينعكس عليها سلبا او على شعبها سلبا او على صحه مواطنيها سلبا. ولكن في نفس الوقت انه هي دوله مصنعه، فبالتالي انبعاثاتها اكثر، هي عليها فقط ان تتوجه الى 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 ابتكارات خضراء. يعني الموضوع هو في موضوع ابتكارات خضراء، الموضوع الى يعني احنا يعني مش وقف صناعه، الموضوع الى عمليه تشجيع بحث علمي وعمليه تشجيع ابتكارات وتقنيات خضراء تنعكس ايجابيا على الصناعه. احنا ما نلومهم انهم دول مصنعه، هم بالعكس هم دول مصنعه ووفروا الرفاه للعالم. ولكن احنا بنقول انه مع هذه الصناعات والابتكارات والتطور اللي حاصل في العالم نمشي متوازي بخط متوازي في ابتكارات خضراء للعالم ايضا. نعم اعتقد انه هناك يعني احنا بنلاحظ انه في تحرك جدي الان، في تحرك جاد الان في الموضوع. نعم، ولعله يمكن برنامج عمل الإدارة الأمريكية الجديدة يتضمن التغير المناخي كأحد الأربع أولويات، يعني هو محور كبير جدا، وكمية الاستثمار اللي سيعود بالفائدة على المجتمع الأمريكي يعني مربوطة جدا بمثلا بإيجاد وظائف وخلق فرص عمل خضراء جديدة خاصة في قطاع النقل وفي قطاع البناء الأخضر أيضا. ولا تنسي مهندسة ربا نقطة مهمة، أنه الآن أصبح الموضوع ده أصبح يعني صار موضوع استثمار، يعني دائما لما يدخل الاستثمار والاقتصاد في موضوع ينجح، يعني صاروا ينظروا للتغير المناخي أصبح كسلعة ينتج منها استثمار أخضر، ينتج منها تطوير، ينتج منها اقتصاد ورفع اقتصاد. فبالتالي النظرة هذه النظرة هتحوله إلى واقع. نعم، كما يمكن بدأت أنا بأنه يمكن موضوع التغير المناخي ليس موضوعا بيئيا بحتا، هو موضوع اقتصادي اجتماعي إنساني وسياسي، ويمكن قبل ذلك كله هو موضوع أيضا أخلاقي، فلا بد من وجود الجانب يعني تحمل المسؤولية الأخلاقية والمجتمعية. بدي أتناول موضوع أيضا مجموعة أسئلة جاءت على موضوع القطاع الخاص والمصانع اللي ترغب بانها تخفض من انبعاثاتها الكربونيه، تعمل ديكربونايزيشن. هذا يحتاج يمكن الى ادوات سوق، ماركت انسترومنتس، ماركت ميكانيزمز، ويمكن مش كل الدول اليوم جاهزه عندها مثل هذه الانسترومنت. دكتوره اعطينا يعني انت من وجهه نظرك وبناء على خبراتك السابقه، كان في مثلا اللي هي اليه التنميه النظيفه الكلين ديفلوبمنت ميكانيزم كانت موجوده تحت كيوتو بروتوكول، ولكن اليوم احنا بنحكي عن اليات جديده يتم تطويرها بعد اتفاق باريس. ما دور القطاع الخاص وكيف يمكن لمن يرغب من القطاع الخاص انه فعلا يقوم بتخفيض انبعاثاته والولوج الى عالم خلينا نحكي التنميه النظيفه، ماذا يمكن ان يفعله؟ اولا القطاع الخاص له دور محوري، لانه القطاع الخاص هو يعتبر احد القطاعات المهمه جدا في التنميه، واحد القطاعات المهمه بالذات لو تكلمنا في قطاع الصناعه، هو احد القطاعات المهمه اللي لها تاثير كبير على يعني احد القطاعات المهمه التي ينتج عنها انبعاثات غازيه. اولا طبعا زي ما انت عارفه مهندسه ربع، انه في بدايه اي مصنع بيكون في تقييم Environmental Impact Assessment وتقييمه والسماح لمعدل
محدد من الانبعاثات الغازية مع معدل دولي، هذا واحد. اثنين، على حسب نوع المصنع أصبحت الآن تقنيات متاحة لحسب نوع الغازات وحسب النوع المصنع، أصبحت هناك أجهزة وأصبحت هناك أدوات وموجودة وأفيلبل في كل مكان بناء على نوع الغاز اللي هو بينتج المصنع، تتركب الأجهزة هذه وتعمل تخفيض كبير جدا في نسبة الانبعاثات موجودة. وحتى هذا احنا ندرسها للطالبات في الجامعة في الانفايرمنتال بولوشن، عندنا درس كامل عنه، كل غاز ايش الـ ايش الـ ايش الجهاز اللي ممكن يتركب في المصنع اللي بينتج الغاز المحدد ونسبة التخفيض حقته. فبالتالي اللي يحتاجه القطاع الخاص انه مجرد انه يبحث ايش نوع الغاز اللي عنده ويتواصل مع الشركات الاجنبيه الكبرى تيجي تركب له فورا. واعتقد واذا بنحكي عن سي او 2 ايضا في تحول نحو الطاقه النظيفه، يمكن هاي من الاشياء اللي اليوم جدا يعني موجوده ايضا. نعم، في تحول، هو مو بس السي او 2 الان، في غازات كمان غير السي او 2 خطيره جدا. يعني احنا في اكثر من غاز الان في المصانع بتطلب كبير جدا، خطيره جدا. يعني السي او 2 هذا احنا بنتحدث عنه، هذا يعتبر اضعف غاز ينطلق من الصناعه، هذا اضعف غاز، ثاني اكسيد كربون يعتبر الغاز الاضعف على الاطلاق، ولكن نسبته اعلى طبعا، عشان كده العالم بيتحدث عنه بشكل اكبر، لكن في غازات اكثر. فاحنا مثلا في المملكه العربيه السعوديه لما بيجي يفتح مصنع بنعمله انفايرمنتال امباكت اسسمنت، في الجهات المختصه زي مثلا وزاره البيئه، في جهه التزام البيئي المركز بيعمل له، لازم المصنع بيعمل انفايرمنتال امباكت اسسمنت، وبعدين بيجوا يقيموه وبيركب اجهزه محدده للسماح. غير التحول هذا يحتاج انه يحول اليه المصنع تماما لانه يكون صديق للبيئه. طبعا في بعض المصانع ما ترضى تحول، ليه؟ تقول لك هم، ودي نقطه مهمه يحتاج لهم توعيه في هذا الموضوع، يمكن برنامج توعيه لقطاع الصناعه يفكر، يقول لك انا لما احول مصنعي الى 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 تقنيه خضراء انا حخسر، انا حدفع في الاول حخسر. هو ما يعرف انه هو يمكن يدفع مبلغ في البداية، ولكن على اللونج تيرم بيخفض نسب كبيرة جدا، حتى في استهلاكه، حتى في تأثيره على العاملين عنده، حتى في المنتج حقه، سعر المنتج حقه بترفع، صحة العاملين بتترفع، قيمة المصنع بتترفع. فهذا نقطة مهمة جدا، شكرا مهندسة ربا انك اثرتيها، هذا مهم جدا ان يكون هناك برنامج توعوي تعريفي لقطاع الصناعة انه تحول للقطاع الاخضر او الصناعة الخضراء هو نقطة إيجابية ورفع قيمة المصنع وقيمة الإنتاج ورفع صحة العاملين. في البداية فقط المبلغ، ولكن بعد كده نعكس إيجابيا. حتى في المنازل التحول إلى إدارة بيئية متكاملة للبناء، سواء كان بناء أو كان إدارة داخلية للمنزل نفسه، إحنا عندنا برنامج كامل في جمعية البيئة السعودية عن ذلك. في البداية يمكن يدفع مبلغ، ولكن أول سنة بيدخلوا 100% القيمة اللي هم دفعوها، ويكون هناك تخفيض لا يقل عن 90% من المبلغ اللي كانوا يدفعوه. فهذا يحتاج الى برامج توعويه للقطاع الخاص والصناعه، وايضا نحتاج الى برامج توعويه بالنسبه للمجتمع العام بصفه عامه. فكل شيء موجود، ولكن نحتاج الى البحث، نحتاج الى انه الناس تبدا تؤمن فعلا. انا زي ما قلت في الكلمه حقتي انه الموضوع ليس فقط دور الحكومات، احنا ليه نضع كل اللوم او نضع الحمل كله على الحكومات وعلى القاده؟ الافراد لهم دور، ما احنا اللي سوينا كده. الحكومات والقادة هم يتحملوا عنا النتائج، لكن المصنع يمتلكه فرد، المبنى يمتلكه فرد، نعم. المدارس أفراد، إحنا المفروض إن إحنا نبدأ بأنفسنا عشان نخفف الوطأة هذه المشكلة. لو صاحب المصنع كان متربي تربية بيئية صح، وكان في بيت فيه يحترم البيئة صح، لما هيجي يعمل مصنع حيتوجه أوريدي بدون ما حد يقول له، حيتوجه لتقنية نظيفة. فبالتالي المجتمع مهم جدا 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 انه المجتمع يتوجه بنفسه ويعدل سلوكياته، ويعني تعديل سلوكياته، ويكون في شراكات ايضا مع مجتمع مدني، نعمل كتله واحده نواجه التغيرات المناخيه ونربي الاجيال القادمه كلنا ككتله واحده مع بعض. دكتوره، هذا بياخذني لدور مؤسسات المجتمع المدني، ودور ايضا يعني يمكن الجمعيات المحليه والمنظمات اللي تعمل ايضا في مناطق يعني نسميها احنا مخدومه بشكل اقل او فيها نسبه فقر اعلى او اكثر هشاشه لموضوع التغير المناخي. باعتقادك ما هو دور مؤسسات المجتمع المدني في هذا المجال؟ والله دور جمعيات المجتمع المدني او القطاع لا ربح دور مهم جدا. وعلى فكره مهندسه ربا،
يعني من خلال خبرتنا في القطاع العمل الاجتماعي فترة طويلة، ترى العمل البيئي وجدنا انه مو شرط حتى في بس فقط في المجتمعات الهشة او المجتمعات الفقيرة نركز عليها اكثر، حتى في المجتمعات الغير فقيرة، حتى في المجتمعات المثقفة، ترى موضوع البيئة ليس له علاقة لا بالناحية الاقتصادية ولا بالناحية الثقافية، وجدنا هذا من خلال خبرة ودراسات. اوكي صح، يمكن نركز اكثر على المجتمعات الفقيرة على اساس انه يعني تعرضهم للتأثيرات السلبية بيكون أقوى، ولكن كل أفراد المجتمع تحتاج إلى تطوير سلوك إيجابي. طبعا مش كل إلا يعني في جزئية طبعا مثقفة ومتعلمة وفاهمة، ليس له علاقة لا بالتعليم وليس له علاقة بالاقتصاد وليس له علاقة بالثقافة وليس له علاقة بالغنى أو الفقر. لذلك دور جمعيات المجتمع المدني مهم جدا في عملية برامج التوعية، مهم جدا في ضخ برامج تنفيذيه قابله للتنفيذ، ليس فقط مجرد كلام، ضخ برامج تنفيذيه. يعني احنا مثلا زي جمعيه البيئه السعوديه، لا عندنا مثلا برامج خاصه للمنازل، عندنا برامج خاصه للمدارس، عندنا برامج خاصه حتى للاحياء والاسر المتعففه، يعني عندنا برامج مختلفه على حسب الرساله اللي احنا بنوجهها للفئه المستهدفه. لما نيجي للمناطق الهشه، لا دول يحتاجوا مشاريع، يعني دول يحتاجوا مثلا مشاريع صغيره، نحتاج انه نحاول نعمل لهم مشروع نمكنهم، زي مثلا احنا عندنا مثلا مشروع الان اطلقناه مشروع اعاده تاهيل وتدبير الملابس، بناهل فيه الاسر المتعففه، بنمكنهم، بنعمل لهم وظيفه خضراء بحيث انه يتم تمكينهم، وخلال عمليه التمكين بيتم توعيتهم، يتم تاهيلهم، بيتم عمل غرس الثقافه البيئيه فيهم بخط متوازي، فيعتمد على حسب الشريحه بنقدم البرنامج. لهم دور جدا مهم منظمات المجتمع المدني، مهم مهم مهم، وسبحان الله منظمات المجتمع المدني يكونوا اقرب لافراد المجتمع. يعني تلاقيهم يعني في تواصل قريب جدا يكون مع افراد المجتمع. وهم يمثلوا اصلا المجتمع اساسا كمان. فدورهم مهم جدا. وبعدين التعاون مهم جدا، يعني نعم لسه يعني بدي احكي انه يمكن هناك الكثير بين حتى مؤسسات المجتمع المدني في الدول المختلفه يمكن ان يتشاركوا به من خبرات وتجارب ودروس مستفاده. دكتوره بدي بس يعني اعرج ايضا لانه اكثر من سؤال جاء، كيف يمكن ان ندخل مفهوم التغير المناخي في التدريس وفي التربيه حتى يكون عندنا تعليم وتربيه بيئيه زي ما تفضلتي؟ هل هناك مناهج؟ هل هناك تول كيتس، ادوات جاهزه؟ هل يجب تطوير ادوات لكل دوله ام للمنطقه العربيه؟ ما رايك؟ يعني انت حبيتي تطلقي مبادره اليوم او تحكي عن مبادره بهذا المجال، الناس عم تسال تفاصيل اكثر وكيف ممكن يعني نبدا بهاي المبادره، يبدو انها يعني فعلا اولويه مشتركه. انا من وجهه نظري زي ما برضه ما قلت في بدايه كلمتي، التغير المناخي هو نتاج تلوث بيئي، وليس حالة منفصلة. تغير المناخي هو نتيجة للتلوث البيئي. لما تكون أمطار حمضية تسبب أحد نتائج التلوث نتائج التلوث المناخي ينعكس عليها تغير مناخي. لما بيكون عندنا ذوبان جليد بتسبب تغير مناخي. لما يكون عندنا غازات موجوده في الجو بتسبب تغير المناخ، فبالتالي التغير المناخ هي نتيجه من اهم نتائج التلوث البيئي، فبالتالي احنا لابد ان يكون لدينا برامج للتوعيه بالتلوث البيئي. احنا كجمعيه بيئه سعوديه واحنا بنعرض هذا المشروع لكل جمعيات المنظمه المدني في يعني في الدول، احنا لدينا مشروع اسمه برنامج مدارس الحس البيئي، التعليم البيئي من اجل تنميه مستدامه. وعندنا معتمد هذا المشروع موقع مع وزارة التعليم، هذا تربية بيئية للأجيال القادمة، عندنا من سن 3 إلى سن 6 سنوات، وعندنا من المرحلة الابتدائية، وعندنا المتوسطة، وبعد كده الثانوي، هذا مجرد تعليم عام لأنه الاستثمار علميا إلى 14 سنة عشان لو نبغى تربية، بعد كده عندنا برنامج عام. هذا الموضوع ليس عليه درجات لأنه الدرجات دائما علميا بتخلي مفعول الماده تتحول من تربيه الى ماده، يعني عارفه الطالب بس بده ياخذ عشان ينجح فيها. فبالتالي هذا تعليم بالترفيه، بنناقش في الموضوع ده 11 قضيه بيئيه
حتى السلوك، حتى الممتلكات العامة والحفاظ عليها، حتى النظام، حتى فيها 11 قضية بيئية عن نعم كيفية دكتورة، أنا تنمية متأسفة بس عشان ضايل فقط 4 دقائق بدي أخذ كمان سؤالين لو تفضل سمحتي. تفضل. أول سؤال يمكن يعني بيحكوا، هل هناك اليوم يعني توجه لمثلا دول التي لا تفي بالتزاماتها من ناحية الاحتباس الحراري والتغير المناخي، أو سواء يعني الشركات بنحكي في قوانين محلية تحكم ويجب إنه تتخالف المصنع أو الجهة اللي بتعمل انبعاثات أكثر من المسموح بها، واليوم في كل دولة عم بتقدم أهدافها وخلينا نحكي التزاماتها المتعلقة بالانبعاثات بتقدمها قبل اجتماع كوب اللي حكيتي عنه دكتورة، ولكن هل هناك توجه من بعض الدول اللي ما تفي بالتزاماتها، هل هناك نوع من العقوبات مثلا؟ ولما بنحكي مثلا عن اللي يعني خلينا نحكي اللي ما بيلتزم بتخفيض انبعاثاته ولا يوجد قوانين أو سياسات تحكم، هل هناك يعني في بعض الدول اليوم عندها ضريبة كربون، كاربون تاكس، هل أنت مع مثل هذه الأدوات لتحفيز التحول نحو تنمية منخفضة الانبعاثات؟ طبعا احنا يعني العالم كله مع هذا الموضوع، انه مع التخفيض، لانه في الاخير العالم كله حينضر، لانه التلوث البيئي حيضر العالم كله، ما في دوله حتقفل على نفسها وتقول انا سويت وما يهمني الباقي. هذه طبعا قضيه دوليه، فاكيد العالم يعني الان هم العالم التزم ووقع والتزم. اكيد العالم، انا اتصور في المستقبل اذا ما حد التزم اكيد حيحطوا قرار دولي، يعني 100%، لانه العالم الان في مرحله حرجه حقيقه بناء على الابحاث العلميه. فاكيد انا مع هذا الموضوع، بس انا ما اتصور من وجهه نظري، ما يعني من وجهه نظري ما اتصور انه في دوله الان تقول انا ضد التحول او ما حتحول، لانه هي حتنضر قبل اي دوله اخرى. اتصور العالم كله الان اصبح واعي. انا شايفه انه تحرك الان تحرك جاد، المبادرات اللي بتنطلق مبادرات جادة، العالم مهتم جدا، في صحوة كبيرة جدا بصراحة. أنا يعني متفائلة، ونشوف إحنا في نوفمبر إيش حيحصل. وأتصور إذا في دول ما حتلتزم أكيد العالم حيتحرك والدول حتتحرك وأكيد حتعمل قرار 100%. إن شاء الله. برضو عايزة وبالختام أكرر مهندسة نعم مهندسة ربا، يعني أكرر الأفراد لهم دور، يعني ما ننتظر والله. طب الدول هذه فيها أفراد، نتحرك إحنا، طيب احنا كافراد مجتمع نعم نتحرك ونبدا من بيوتنا. لو كل بيت خفض انبعاثاته حيكون في نسبه، احنا مو بس المصانع، انا لو عندي جهاز الان، احنا عندنا اجهزه، كل واحد يقيس كم نسبه ثاني اكسيد الكربون اللي طالعه من بيته، حيعرف قديش هو بيساهم في عمليه ارتفاع نسبه ثاني اكسيد الكربون. 100%، وأعتقد أيضا حتى في أدوات أونلاين موجودة بتقدري كلها تقيس نعم كل إنسان البصمة الكربونية اللي بالضبط هو بيعملها ولو بشكل تقريبي، ويشوف شو في مجال لتخفيض بصمته الشخصية وبصمة عائلته وبصمة المؤسسة اللي يعمل بها، وإذا انطلقنا من الفرد إلى المجتمع إن شاء الله يعني سنستطيع أن نساهم ولو بجزء بسيط من يعني إحنا بالآخر أيضا الإنسان خليفة الله في الأرض، ولازم كل واحد فينا يفكر كيف ممكن يساهم بتحسين نوعية الحياة على هذا الكوكب. أنا والدكتورة بالنيابة عن الدكتورة بنشكر كل الموجودين، بنعتذر إذا في أي أسئلة ما استطعنا أن يعني نأخذها اليوم، ولكن نضع يعني خبراتنا ومعلومات التواصل من خلال مؤسسة محمد بن راشد في تناول الجميع. نشكر المؤسسة واليو أن دي بي مرة أخرى على هذه السلسلة من الحوارات القيمة، ونطالب إن شاء الله بالمزيد منها، وكل المبادرات اللي اليوم انذكرت وكل الاقتراحات ممتازة، وإحنا جاهزين للتعاون مع من يريد أن يقود بعض التغيير في مجتمعه. شكرا جزيلا دكتورتنا العزيزة، وإن شاء الله من نجاح إلى نجاحات أكبر فيما تفعليه. شكرا جزيلا لكم، وشكرا لمؤسسة الشيخ محمد بن راشد، وشكرا موصول لبرنامج الأمم المتحدة على هذه الفرصة الحقيقة القيمة، اللي أنا أعتبر أني كنت أحد المشاركين في هذه السلسلة من الحوارات. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا، شكرا.